ما يمكن ملاحظته منذ البداية على أنه هناك تفاوتات مجالية وجهوية كبرى في بلادنا. هناك استمرار منطق المغرب النافع والمنطق ومنطق المغرب الغير النافع، وهذا أصبح غير مقبول اليوم. هناك شريط الأطلسي الذي يعرف واحد سرعة معقولة جدا من شريط الممتد حول المحيط الأطلسي، وهناك الشريط الحدودي ومناطق أخرى في المغرب، خصوصا المناطق الحدودية والمناطق الجبلية، ما زالت تعرف الهشاشة وتعرف مشاكل كبرى على مستوى التجهيزات، على مستوى التنمية، على مستوى التشغيل، على عديد من المستويات. معناه أن هناك تفاوت مجالي كبير جدا ما بين الجهات في غياب آلية ديال التضامن ما بين الجهات. هذا من بين الأمور التي نؤكد عليها في حزب الاستقلال، أنه ينبغي أن يكون هناك تضامن ما بين الجهات، وينبغي إطلاق استراتيجيات جهوية خاصة بالمناطق الجبلية والمناطق الحدودية، لأن هناك تحديات كبرى والمغرب ينبغي أن يسير بسرعة واحدة وليس بسرعتين، سرعة تي جي في وسرعة اللي هي بطيئة جدا. وبالتالي نحن ننظر إلى مشروع ديال الجهوية بلادنا على أنه مشروع واعد. للأسف الشديد لحد الآن لم تقم الجهات ولا الدولة بتفويض الاختصاصات الأساسية والضرورية للجهات من أجل ممارسة الصلاحيات ديالها، لم تقم بتفويض الاعتمادات المالية الضرورية، ما زالت هناك مركزية مفرطة للقرار الاقتصادي والقرار الإداري. وبالتالي نحن في برنامج حزب الاستقلال نؤكد على ضرورة تسريع الجهوية الموسعة، بالإضافة إلى مشروع اللا تمركز الإداري الذي ينبغي أن يواكب هذه الجهوية الموسعة، وتدعيم وتقوية اللامركزية والمؤسسات المنتخبة والديمقراطية المحلية والديمقراطية التشاركية. هذا الورش ورش مهم جدا. احنا في حزب استقلال نقترح كذلك انه تحدث على هيئة استراتيجية للجهوية الموسعة تتولى قيادة وتتبع تفعيل نقل الاختصاصات والموارد من الدولة الى الجهات، وطبعا يتم تقييم هذه العملية الجهوية. ينبغي كذلك انتباه الامر اساسي هي النخب، اشكالية النخب المحلية والنخب الجهوية القادرة على التنزيل الأمثل لأوراش الإصلاح ولأوراش التنمية.